الزوجة السابعة المفترضة للملك هنري الثامن، هل أن قصتها مجرد إشاعات أم أنها حقا كادت أن تصبح الملكة السابعة لإنجلترا؟ أحبها الملك في فترة معينة وكاد أن يلفق التهم لزوجته الأخيرة من أجلها. عن كاترين ويلوبي نتحدث، وعنها اليوم سيكون هذا التقرير من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل عزيزي المتابع، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالفيديو وترك تعليق أسفله. في فبراير سنة 1546 كتب السفير الإمبراطوري فرانسوا فاندير إلى سيده الإمبراطور تشارلز الخامس كتابا أطلعه فيه عن قصة سمعها تتواتر في تلك الفترة، ولقد شاعت تلك القصة كثيرا في الأوساط الأرستقراطية البريطانية. كتب هذا السفير ما يلي: سيدي، أنا مرتبك ومتخوف من إبلاغ جلالتك عن وجود شائعات بأن هنالك ملكة جديدة ربما يعلن عنها في الفترة القادمة. أنا حقيقة لا أعرف سبب ذلك، ولست متأكدا من مدى صحة هذا الخبر، إلا أن البعض يعللون ذلك بأن الملك يريد أن يتزوج زوجة سابعة لأن زوجته الحالية كاترين بار لم تنجب له أولادا. إنهم يتحدثون عن مدام سوفلوك، ولكن الملك لا يظهر أي تغيير في سلوكه تجاه الملكة كاترين بار، على الرغم من أن هذه الأخيرة كما علمت منزعجة إلى حد كبير من هذه الشائعات. كتبت هذه الرسالة بعد سنتين ونصف من زواج الملك من زوجته الأخيرة كاترين بار، ولقد بدأت في تلك الفترة إشاعات كثيرة عن نية هنري الثامن تلفيق تهم لهذه الزوجة أيضا والزواج بأخرى حتى تنجب له وريثا ذكرا آخر. كما أشاع أيضا بأن علاقته بها لم تكن ودية دائما، وذلك لآرائها البروستانتية الصريحة جدا. ولذلك كانت الزوجة السابعة المرشحة في ذهن الملك هي مدام سوفلوك التي تعرف أيضا بكاترين ويلوبي. هي أرملة تشارلز فاندون، أقرب صديق لهنري الثامن الذي توفي في أغسطس سنة 1545، ولقد تزوجت منه قبل ذلك ب12 عاما عندما كانت في 14 من عمرها، لتتاح لها مرارا فرصة اللقاء بالملك في عدة مناسبات اجتماعية، وكان هنري يميل إليها ويتبادل معها دائما الهدايا. يقال بأن الأمر لم يتطور كثيرا بينهما، إلا أنه في سنة 1538 ذكر السفير الإمبراطوري بأن هنري كان يتنكر ويزورها، وذلك بعد شهور من وفاة زوجته جين سيمور. هنالك من افترض بأنه ربما قد نشأت علاقة بينهما في تلك الفترة، بينما تغاضى زوجها براندون عن ذلك، حيث أنه كان يدين بكل شيء لسيده هنري الثامن، إلا أنه لا دليل أبدا على ذلك، وتبقى حكاية عشقهما مجرد افتراض. ووفقا لما ذكر جون فوكس، فلقد كان هنري يشكو دائما من زوجته الأخيرة، وعرض على الأسقف المحافظ ستيفن جاردينر الحصول على دليل على أن آراء الملكة الدينية خيانة مغطاة بعباءة البدعة. وهكذا فإن كاترين بار أيضا تستحق الموت. ولقد سبق وأن نشرنا هذه الأيام فيديو خاص بكاترين بار، وتحدثنا عن أنها كانت ملكة متدينة وأنها تحولت من الكاثوليكية إلى بروستانتينية. يقول فوكس بأن هنري قد أخبر نواياه إلى طبيبته الدكتورة ويندي، والتي كانت على علاقة جيدة مع الملكة كاترين، وفي تلك الفترة بدأ في مشروع القانون الذي ينظم به التهم الموجهة لزوجته كاترين. إلا أن من أخبرهم بنواياه قاموا بتحذير الملكة التي استلمت زمام المبادرة، ولتستطيع هذه الأخيرة أن تجعله يعدل عن رأيه بطريقة ذكية. وهكذا نجحت كاترين بار بلمساتها الأنثوية في تغيير رأي الملك العجوز. وعندما جاء اللورد المستشار الذي يدعى ورثلي لاعتقال الملكة كاترين، وجدها تمشي في الحديقة مع زوجها الملك، ولقد أحست الحاشية آنذاك بأن هنري ربما كان يتلاعب بحاشيته. من ناحية أخرى، يرجح البعض بأن يكون الملك المتقلب قد فكر بجدية في تغيير زوجته مرة أخرى، إلا أنه قرر عدم القيام بذلك في اللحظة الأخيرة. وبعد فترة قصيرة جدا من هذه الإشاعات، توفي الملك هنري الثامن في يناير سنة 1547، وذلك قبل أن يستطيع أن يتزوج زوجة سابعة. ولكن تبقى كاترين ويلوبي امرأة كادت أن تصبح الملكة السابعة لهنري. أعزائي، هنا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أفادكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء.